وجيه غانم احترف الخياطة وعشق وسط البلد، فلازمها منذ أن كان يافعاً، ورغم أن ظروف الحياة تدفعه باتجاه تغيير المكان ووداع المهنة، إلا أنه ما يزال متمسكاً بشغفه. كان إلي عم مشهور بالقدس، شايف كيف؟ تعلمت الصنعه منه، يعني صار لي فيه اكثر من 48 سنه. شغلي شغل تفصيل بدات، فهذه صار لي بهذا الشارع من سنه السبعين، شهر 2 من سنه السبعين. هذا الشارع كان اسمه شارع الفيومي، نسبه لكان اسم السينما سينما الفيومي، وهذا الشارع من اقدم الشوارع عمان. فلما اشتروا اولاد ابو جوره السينما، سموها السينما الخيام، وهذا يعني بطبيعه الحال صار شارع اسمه شارع سينما الخيام. اكثر شغلنا نشتغله كله شغل الايد. ففي الوقت الحاضر جبنا يعني مثل ما تقول عده وماكينات وحبكه ولقطه وعراوي وزرار على اساس نتابع السرعه. أنا والله لأن أول شيء كبرت بالعمر وما عاد أركض زي أيام زمان، فظلت هون بتسلى بالشغل تسالي حتى ما أقعد في البيت، رغم إنه أولادي قالوا لي اقعد أو تعال عنا على المصنع وخذ الراتب اللي بدك إياه، قلت لهم لا، أنا تعودت على هون وإلي زباين وإلي معارف إلي أصدقاء، مش كل شيء المصاري. وبعدين شغلي الحمد لله بكون الشغل بكل إتقان بكل إخلاص. كنا لما نشتغل نضلنا للساعة 12 بالليل، مش ملحقين شغل، نقول إمتى الله بده يريحنا شوي من هالصنعة، شايف كيف؟ لما طلع الجهاز خفت الأمور، أنا هيك أريح شوي. بالنسبة للمهنة يعني زي ما تقول أنت، كيف اللي بكون متعود على شيء بيقدرش يتركه، كيف اللي بكون متعود على الدخان، وإحنا صرنا زي هيك، إدمان صار عندنا.